مرحبا فيكم ومبارك عليكم الشهر رمضان، والله يعود علينا إن شاء الله بالصحة والعافية جميعا. من النصايح اللي بنقدمها والمفيدة سواء في رمضان أو الأيام العادية هي النصيحة عن الآلو، إحنا نسميه في البحرين أو البطاطس. في ناس وايد اتصلوا فينا يقولنا الآلو تشوب، أو إذا بنسوي كور بطاطس بنحشيه بلحم تنفتح عندنا، رغم أن يحطون نشا ويحطون طحين ويسوون كامل الطريقة. سبب بسيط، الحين احنا بنفوح الآلو أول، نحطه على النار، نخلي الماي يقلي ونحط البطاطس ونخليه يقلي، نشوفه نتأكد. انزين، مع الحرارة ومع الحرارة الفرن عالية والماي يقلي، فش يصير في البطاطس؟ البطاطس تصير فيها تشقق، وهاي شيء تلاحظونه، وبعضهم يتبطل نصين. شو يصير في الماي؟ يدخل الماي داخل، كأن البطاطس يشرب الماي كمية كبيرة داخل. بعدين احنا نشيله وننشفه ونتركه يبرد، عقب نقشره ونهرسه، بس نهرسه بس مازال هو شارب ماي، مثل ما نقول ترس بطنه خلاص ماي. انزين، فاللي انهرسناه وحطينا عليه النشا وحطينا وبدينا نشتغل وحطينا البهارات وسوينا حمسة اللحم وقمنا نسوي الكفتة أو الدوائر أو الآلو تشوب، لين بنقليها حتى نحطها في بيض وبقسماط، لكن لين بنقليها تشلخ وتفتش. ليش؟ السبب إن البطاطس شرب ماي. لكن نروح نتبع الطريقة الصحيحة اللي هي نقسله زين مثل ما هو موجود الحين، ونحطه في الماء يقلي على النار، يكون النار حامية. بعدين اللي نحطيه وبدأ أقوم أقصر عليه، ما أقصر عليه كلش، يكون حرارة متوسطة، وأخلي عليه مقطع وأتركه لمدة ساعة أو ساعة إلا ربع. أقوم أجرب بالستين إني أحطها وأشيل البطاطس، إنها تكون تحسي فيه جامدة ما تنتف أو إنه يطلع بقايا هني. هني إذا جامدة وهي حارة خلاص نسك عليها ونشخلها ونشيلها، وبتشوفون الفرق. ليش؟ لأنه ما شرب ماي البطاطس، يبقى جامد ويلا النشا أو الطحين، فتبقى مدورة ومرتبة وقت القلاي. والسبب قلت لكم إنه هو لا تخلونه على نار عالية، نار متوسطة، ولا تستعجلون عليه، بتشوفون الفرق انه ما بينفتح، بيتشقق ولا بيشرب ماي. وان شاء الله يا رب تستفيدون من هالنصيحة وتسوون آلو تشوب تكون شكلها مرتب وشهي حق الشهر الكريم، وان شاء الله تستفيدون من النصيحة.